تثبيت الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي. وهذا البرنامج لا يقضي بأن يدفع السودان أي متأخرات أو أي ديون، حيث أن ديون السودان طبعا تفوق 50 مليار دولار، ويبدأ بتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي على البرنامج ابتداء من مارس أو فبراير أو مارس القادم، مما يتيح فرصة للحوار المجتمعي قبل الدخول في هذا التفاوض. استناداً إلى نجاح السودان في تطبيق البرنامج المتفق عليه، تفعل عملية سداد المتأخرات بواسطة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وكذلك إعفاء الديون قبل نهاية العام 2020. معالجة متأخرات صندوق النقد الدولي تتم بصورة منفصلة، حيث لا توجد آلية إلغائية لدى الصندوق، ولكن سيتم معالجتها عن طريق دعم المانحين الثنائيين. برأيي أنه هذا يعتبر أهم، يمكن إن شاء الله أهم إنجاز بعد إنجاز السلام من استحقاقات هذه الحكومة، حيث أنه إعفاء الديون وإدراج السودان كدولة مستحقة للاستفادة من التمويل وكالة التنمية الدولية التي تقدم منح وعروض قروض ميسرة، في حالة السودان بالنسبة لعدد السكان قد تصل إلى 1 بليون دولار، بالإضافة إلى فتح فرص للاستثمار عن طريق مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص السوداني والشراكة مع القطاع الخاص العالمي. فحب أؤكد أنه يعني ده إنجاز كبير جدا، حيث أننا سنبدأ في عملية إزالة ديون السودان وإعفائها، بالإضافة إلى دفع المتأخرات دون أن يضطر السودان أو يحتاج السودان إلى أن يدفع يعني أي مبالغ، حيث أنه هذه تتم في إطار عملية البرنامج الاقتصادي، الذي هو أيضا طبعا كما تعلمون من ثوابت البرامج الحكومة. خلال العام 2020 يتم تمويل الموازنة عن طريق منح أصدقاء السودان، حيث قدمنا 20 مشروعا عاجلا لمعالجة قضايا أزمات المواصلات، نقص الكهرباء وإصحاح البيئة وحصاد المياه وإلى آخره. موازنة 2020 ستستند إلى أهداف التنمية المستدامة، ولعلها ستكون أول ميزانية في تاريخ السودان تركز على القطاع الاجتماعي من التعليم والصحة، بالإضافة إلى برنامج واسع للحماية الاجتماعية، وإضافة إلى زيادة احتياطي بنك السودان في إطار التحضير لإصلاح سعر الصرف. ستخصص أيضا موارد كبيرة للتنمية، تمول معظمها من الصناديق العربية، مثلا الصندوق العربي للإعمار للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيطلع بتقديم يعني قروض ميسرة للقيمة المضافة في القطاع الزراعي، وكذا الحال بالنسبة للصناديق العربية الأخرى. وهناك اتفاق في حالة تمكننا من دفع متأخرات بعض هذه الصناديق في أن يقوم مؤتمر استثماري للصناديق العربية في السودان خلال الفترة القادمة. البيان الختامي لمجموعة أصدقاء السودان أفاد بتثمين جهود بناء السلام ودعمها، والعمل على رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، حيث أيضا ستكون هناك زيارة مرتقبة للسيد رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية، وسيدفع في هذا الاتجاه، حيث ستنظم له لقاءات مع رؤساء اللجان في الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى اجتماعات مع الحكومة الأمريكية ورئيس البنك الدولي والمدير التنفيذية لصندوق النقد الدولي. سيعقد الاجتماع القادم للمجموعة، مجموعة أصدقاء السودان، في الخرطوم في الأسبوع الأول من ديسمبر، وسيعقبه عقد مؤتمر للمانحين في أبريل 2020. أيضا عقدنا عدة اجتماعات، حوالي 4 اجتماعات مع جهات دولية وخاصة في موضوع
إعادة الأموال أو استرداد الأموال المنهوبة، وسيكون هناك عمل دؤوب في الموضوع ده وزيارات في السودان من بعض هذه الجهات، وسأقدم يعني تقريرا للأخ النائب العام للشروع في الإجراءات العملية في هذا المشروع الهام والذي هو من أهم أهداف الثورة كما تعلمون. أخيرا في الختام، لا شك أن معالجة الضائقة المعيشية تظل من أهم أولويات الحكومة، ونحن نتطلع لدعم أصدقاء السودان الثنائيين في هذا المجال في إطار المشاريع العشرين التي ذكرتها آنفا. إلا أن تعافي الاقتصاد السوداني وعبوره إلى آفاق التنمية الشاملة وتخصيص الموارد الكافية للقطاع الاجتماعي بما في ذلك الانتقال لدعم المواطن على أساس الدخل الأساسي الشامل الذي سوف يمثل عقد اجتماعي سوداني يرقى لعظمة هذه الثورة وشعارها الأيقونة حرية سلام وعدالة. لهذه الأهداف تتطلب إعفاء الديون، إعادة تأهيل البلاد كعضو فاعل في مجتمع التنمية الدولي أسوة بالدول الأفريقية الصاعدة حولنا من حيث تقديم المنح والقروض الميسرة، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة لمصلحة القطاع الخاص السوداني. فعليه فإن الكرة الآن في ملعبنا، وعلينا أن ندير حوارات وطنية بناءة وجادة وصادقة للوصول إلى يعني توافق تسنده أغلبية أصحاب المصلحة من الشعب السوداني، حتى يتمكن من التفاوض مع المجتمع الدولي برؤية واضحة ومسنودة شعبيا. شكرا جزيلا. يعني أنا الحقيقة ستقدم طبعا بتقرير مفصل لمجلس الوزراء موقر، وأيضا سيكون هناك يعني لقاءات صحفية موسعة إن شاء الله. فقصدنا من هذه اللقاء أنه يعني ندي خطوط عامة لما دار في واشنطن، وإن شاء الله في المستقبل القريب في هذا الأسبوع ستكون هناك فرصة للأسئلة حول هذه المواضيع الهامة لمجتمع الصحافة والإعلام. شكرا جزيلا.